أيتها العجوز الضالة، زاخ بصرك وذهب عقلك، فلا تجوز شهادتك. أتتكلم يا مروان؟ فإنك والله إلى سفيان بن الحارث بن كلدة أشبه منك بالحكم، وإنك لشبهي في زرقة عينيك وحمرة شعرك وقصر قامته ودمامة وجهه. ولقد رأيت الحكم مادة القامة سبط الشعر، وما بينكما من قرابة إلا كقرابة الفرس الضامر من الأتان المقرب. فاسأل أمك عما ذكرت لك، اسألها عن شأن أبيك وهي تخبرك إن صدقت.